morning sun. How are you, skies above? Gee, it's great to be alive and love. Good riddance. مخلطين عندي واحد شوية الفانيليا شوية يمين سما عندي شوية المورد وشوية سيرو غرنادين نحرك ونحط العناصر مزيان تفوق الرجاء في البوطة دائما التحريك ممكن تساليش التحريك حتى لكان عندكم البرتقال جيد اورانج تقدروا تستعملوه في بلاصة الحليب تاعو كيجي زوين بالنسبه لك كان عندكم هذاك الليمون اللي كيتحل من الاحسن انا ما عنديش هذاك الليمون عندي كبير كبار اضطريت انا ندير غير هذا الليمون ديال الزاج ولا كان هذاك الليمون اللي كيتحل من الاحسن كي غادا تخرجيها من الكونجيلاتور تحلها غتبقى المهم غنبقى غدا على هاد الطريقه حتى نحس به انها هادي بدات كتعقد صافي وغنخليها تبرد شويه ونكبها على هذاك الفري ديالي وندخلها للكونجيلاتور المده نخليها واحد 4 سوايع وبالنسبه للكيكه اللي غدا نحضر معاكم المقادير ديالها كالتالي وبالنسبه كيكه المقادير كالتالي عندي كاس الحليب كاس السنيده كاس الزيت 3 البيضات واحد الشخميرات ونص وفاني والدقيق حسب الخليط وهاد الحامضه محكوكه وبالنسبه للتزيين غنحتاج هاد لي بيستولي ديال الشوكولا وهاد لي بيبيت ديال الكراميل هاد الشكل هادو كيكونوا كتلقوهم في مرجان لي كارفور كيكون الثمن ديالهم شويه غير فيهم غير شويه كيكون تقريبا ديال واحد 43 درهم وهادو راهم ماشي 27 درهم هاد الشوكولا
ديال لي باتيسري. المهم هذه هي المقادير اللي غنحتاج في الكيكه. هذه الكيكه صراحه كلاوها ضغطوها شي بنات صحباتي وعجباتهم وقال لي علاش لي ما تحطيش لينا المقادير ديالها بوحدها تحطيهم لينا في القناه ديالك وندخلوا ناخذو من تما. نتمنى ان الاخوات يشوفوا هذه المقادير ويدخلوا ياخذوا ويجربوها وتعجبهم. نشيكم وكاس فاني. اول حاجه غادي ندوز هانتوما كما كتشوفوا هنايا حكيت الحامضه خديت هذوك القشور خبز سنيده نضيف البيض ونضيف الفاني وغنشد نجيب الدراج نضيف الياغورت هنا عندي الطحين راني غربلته يعني الدقيق على حساب الاخير غادي نزيد الخمارات غنكون ديجا موجده واحد الطاوه هكذا دائره دهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق باش ما تلصقش صافي غادي نخلط الخمارات مع هاد القوام صافي القوام ديال الدقيق هو هذاك وندخلها للفران على درجه 160 درجه الحراره ديالو ما يكونش مجهد ونشعل غير من تحت ونخليها غادا طيب غير بوحدها شوفوا الخليط ديال الكيكه واجد غنديرها في الطاوه ندخلها الفران ونرجع معكم شويه نحضر معكم الشوكولا تزين
كيجي رائع صراحه. كيجي على هذا الشكل. نقلبها هنايا. نصف لي واحد المورصو مي ماشي مشكل. هنايا ديجا شديت هذاك بيستولي ديال الشوكولا ها هو ذوبته في باه ماغي، درت معاه واحد النقيطه ديال الزيت باش كيجي داك البريون. غادي نجيبو ونحويه على هاد الشكل. غنجيب هادي حاول ندهن حتى من الجناب نوصل. صافي نكتفي غير هكا. نشد عندي هاد الكراميل فاش كتقطعوا الكيك وكتعضوا تاكلوا المورصو الاول كيجي كيتعلق مع هاد الحبيبات. هنايا غنجيب هاد الشوكولا اللي اصلا هو اللي درت بقى غادا على هاد الطريقة ورجع معاكم ملي نسالي التزيين ونوريكم كيفاش جات التحلية. وكيفاش التحلية هانتوما راه أصلا نخلوها تجمد هانتوما مزيان كتجي على هاد الشكل كتجي رائعة صراحة. وهذا الكيك قطعوه معاكم تشوفو كيفاش كيجي من الداخل كيجي خفيف وكيجي صراحة غزال. نتمنى منكم تجربوه. شفتوا كيجي زبيون كيجي مع داك الكراميل معلك. المهم هو هذا منكم تنتوما تجربوها وتخلوا لينا التعاليق كيفاش جاتكم كيفاش صدقات معاكم وبصحه.